السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكونفيتور ديال الفريز من وصفات ديال كوكيدو. كيجي زوين وسهل التحضير. عندي فيه نص كيلو ديال الفريز اللي قطعته بحال هكا قطع صغيره، عندي 20 غرام ديال الحامض، وهنا عندي 375 غرام ديال السنيده. غادي نبداو هنايا، شوفوا هنا لا غوسيت. غادي نديرو كومونسي اكويزيني لا غوسيت سميتها كونفيتور دو فريز. غادي نديرو كومونسي اكويزيني. غادي يعطيونا 500 غرام ديال الفريز كوبي اون دو او اون كاتر، يعني اللي عجبكم تقطعو صغير ولا كبير. ندير الفريز، ندير هنايا دائما تاع ندير هنا. بعد ما عبرت 500 غرام ديال الفريز غادي ندير سيفون، غندير 20 غرام ديال السيترون، 20 غرام ديال الحامض. هنا عندي 375 غرام ديال السكر. صافي، هنا عندي 375 غرام ديال السكر. غادي نسد هنا. عطوني 35 دقيقه فاغوما فيتيس 1. ملي كنكونوا كنطيبوا الكونفيتور ضروري البلاطه كنحيدوها كنديروا في بلاصتها الباني. هذا هو الكونفيتور ديالنا وجد كيجي زوين وخاطر، كيجيو فيه دوك الطريفات باينين. الا بغيتوا انكم تطحنوه ممكن انكم تطحنوه، ولكن من الاحسن يبقاو هاد الطريفات بحال هكا باينين. وفعل داك الحامض اللي درنا فيه انه كيبقى عندك في الثلاجة ما كيخسرش مده طويله، يعني ممكن انك تحتفظي به وما يخسرش. وبالصحه والراحه.